بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين سنكسار اليوم الثالث عشر من شهر أمشير المبارك أحسن الله استقباله وعاده علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام والزلات من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي أمين في مثل هذا اليوم استشهد القديس سرجيوس وأبوه وأمه وأخته وكثيرون معهم. ولد القديس سرجيوس في مدينة أتريب من أبوين تقيين فربياه على الآداب المسيحية. ولما بلغ عمره عشرين سنة فكر في زوال العالم والسعادة الأبدية. فقام ومضى إلى الوالي كبريانوس واعترف أمامه بالسيد المسيح فأمر الوالي بتعذيبه وسجنه. وفي الليل أبصر في رؤيا مساكن الأبرار فتعزت نفسه وشفاه الرب من أوجاعه تولى أهيوس الإسفه سلار تعذيب القديس فأمر بسلخ جلده وتدليكه بخل وملح ثم عصره بالهمبازين وقلع أظافره ووضعه على سرير حديد تحته نار موقدة وكان الرب في كل هذه العذابات يقويه ويشفيه ولما ضجر أهيوس الإسفهسلار أمر بقطع رأسه وأثناء ذلك حضر أبوه وأمه وأخته وكثيرون معهم فلما رأوا مشدودا بلجام كالخيل إلى موضع الإستشهاد إحتجوا على الجند لقساوتهم فأمر الوالي بقطع رؤوسهم جميعا فنالوا أكاليل الشهادة بركة صلواتهم فلتكن معنا امين. وفي مثل هذا اليوم ايضا من سنة 252 للشهداء 536 ميلادية تنيح القديس تيموثاؤس الثالث البطريرك الثاني والثلاثين من بطاركة الكرازة المرقصية. ولد هذا القديس بمدينة الاسكندرية ودرس علوم الكنيسة ونبغ فيها. فأقاموه قسا على كنيسة ماري مرقس بالأسكندرية فذاع صيد قداسته وعلمه وتمسكه بالإيمان الأرثوذكسي ولما خال الكرسي بنياحة الباب ديوسكورس الثاني اجتمع الأباء الأساقفة والكهنة والأراخنة وصلوا طالبين إرشاد الرب في من يصلح لهذه الرتبة فألهمهم الروح القدس أن يختاروا القس تيموثاؤس فرسموه بطرياكا يوم أول هاتور سنة 235 للشهداء 518 ميلادية فصار على منوال سلفائه بأن أرسل رسالة الشركة إلى إخوته أساقفة الشرق فردوا عليه جميعا معلنين اغتباطهم بدوام السلام والألف بينهم وقد نالت هذا الأب شدائد كثيرة بسبب محافظته على الإيمان المستقيم، وذلك أن الإمبراطور يوستنيانوس الأول كان مناصرًا لمجمع خلق دنيا، ودعا مجمعًا لحرم القديس ساويرس بطريرك أنطاكيا، فرفض البابا تيموثاوس حضور هذا المجمع، فأمر الإمبراطور بنفيه، ولما عارض المؤمنون في تنفيذ الأمر، قتل منهم عددًا كبيرًا، واستطاع الجنود تنفيذ الأمر. والقبض على البابا البطريرك حيث نفي ثلاثة سنوات، وبعد أن عاد البابا البطريرك من منفاه، ظل مطاردًا هو والقديس ساويرس الأنطاكي من بلد إلى بلد ومن دير لآخر، وكان حيثما حلا يثبتان الشعب على التمسك بالإيمان الأرثوذكسي ويزيدانه حماسة